مشاهدينا، في خبر كثير مهم في المجال الطبي، وهو ابتكار عيادة جميل في MIT في مدينة بوسطن بأمريكا لأداة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ مبكرا باحتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وهو نتيجة للأبحاث العلمية المتقدمة اللي تجريها عيادة جميل بالتعاون مع شركائها حول العالم. تأسست عيادة جميل في عام 2018 في MIT بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة للتعاون بين مؤسسة مجتمع جميل ومعهد ماساتشوستس للتقنية بهدف معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية حول العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث تقوم عيادة جميل بتسخير قدرات وخبرات MIT الضخمة في المجال التقني والتجاري لتبتكر أدوات رقمية صحية دقيقة ورخيصة وواسعة الاستخدام، وتركز في عملها على 3 مجالات: الذكاء الاصطناعي السريري واستكشاف الدواء والوبائيات. وبعد أن ابتكرت عيادة جميل عدداً من الأدوات التقنية المتميزة خلال السنوات الماضية، حرصت على تجربتها وتطبيقها على مختلف الفئات الديموغرافية لضمان فعاليتها وجودتها، وقامت بالتعاون مع مختلف المستشفيات حول العالم في شرقه وغربه لتطبيق هذه التقنيات وتطوير نظم الرعاية الصحية. ومن ضمن هذه المستشفيات الأعضاء في شبكة مستشفيات عيادة جميل، برز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كأحد أبرز الجهات الرائدة في توطين نظم الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وخاصة في نطاق توطين أداة ميراي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ مبكراً بخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، والتي يجري حالياً تجربتها لتطبيقها على نطاق واسع مستقبلاً بإذن الله. تفاصيل أكثر عن تقنية ميراي نناقشها مع ضيفنا الدكتور ناصر مامي، المدير الإقليمي لشبكة مستشفيات عيادة جميل. أهلا وسهلا فيك دكتور، ويسعد صباحك. السلام عليكم وأهلا بالمشاهدين الكرام، وشكرا للMBC على الاستضافة الكريمة. نورتنا دكتور، وصراحة إحنا يعني قاعدين نشوف تطور كثير في مجال الطب، وخاصة إنه AI يمكن كثير ناس تشتكي منه في مجالات ثانية، بس في الطب لا، عامل شغل حلو. فخلينا نتكلم على تقنية الميراي، كيف صممتوها وإيش هو هدفها؟ شكرا. في البداية اسمحي لي أن أشرح كلمة ميراي. هي كلمة يابانية تعني المستقبل، والمقصد هنا أنه إن شاء الله ستكون فاتحة لكثير من التطورات في مجال سرطان الثدي والسرطان بصفة عامة باستعمال الذكاء الاصطناعي. ميراي هو تقنية للذكاء الاصطناعي تم تطويرها من طرف عيادة جميل، وقام الخبراء بتدريب هذا الموديل لرصد سرطان الثدي من خلال أكثر من 200,000 صورة ماموغرام من سيدات في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عملية التدريب قام ميراي بتحليل كل هذه المعلومات ورصد واكتشاف الأنماط في صور الماموغرام التي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. بعد فترة التدريب والتحليلات لميراي، أصبح اليوم ميراي قادراً على التنبؤ بخطورة الإصابة بسرطان الثدي للسيدات في 5 سنوات المقبلة، وهذا بدقة تصل حتى 90%، وهذا ما سيمكن إن شاء الله الأطباء بتشخيص ومعالجة السرطان الثدي في وقت مبكر. طب دكتور، بس عشان يعني أفهم أكثر، يعني تقنية الميراي هل هي تستبدل الماموغرام، ولا هي تقرأ الماموغرام بطريقة أدق؟ هي تساعد على قراءة الصورة من الماموغرام بطريقة أدق عشان تعطيك الخطر في 5 سنوات المقبلة. فتقدر تشوف تفاصيل ما تنشاف بالعين المجردة، ويقدروا يشوفوا في المستقبل إيش ممكن يصير من حسب الأنسجة. صح، يعطيك مش ممكن يشوفوا الدكتور. صح دكتور، خبرنا أكثر عن طبيعة التعاون بين عيادة جميل ومستشفى الملك فيصل التخصصي. بالفعل في الحقيقة التعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وعيادة جميل في مجال الذكاء الاصطناعي تعود إلى سنة 2021، وهذه خطوة مهمة لتطوير واستعمال التقنيات الحديثة في مجال تحسين الرعاية الصحية للمرضى في المملكة العربية السعودية بدمج الأدوات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الرعاية الصحية.
وفعليا هذه السنة قمنا مع فريق العمل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بدمج ميراي في المستشفى. فبدأ يستخدموها في المستشفى. صح. احنا في مرحلة التجارب السريرية في هذا الوقت، ونتأمل إن شاء الله في القريب العاجل سنستعمل ميراي لتشخيص وعلاج مرضى السرطان في المملكة العربية. صراحة جميل، يعني هي تقنية للـ AI اخترعت بين الـ MIT وعيادة جميل وبتنفذ في مستشفى الملك فيصل. صح. إلى الآن. صح. لو نتكلم بالأرقام، إيش هي فائدة المتوقعة طبعا من تطبيق الميراي في المملكة العربية السعودية، يعني إن شاء الله إذا نجحت التجارب السريرية؟ إن شاء الله. شكرا، سؤال مهم، لأنه إحنا طموحنا إن شاء الله حيكون الأثر كبير ومهم في المملكة وفي كل الريجن، العالم كله كمان إن شاء الله. لنتكلم على العربية السعودية، المملكة سرطان الثدي يعتبر من أكثر سرطانات انتشارا لدى النساء في المملكة العربية السعودية، وبالإحصائيات احنا نعرف أنه فيه حوالي 2500 حالة كل سنة في المملكة حسب السجل السعودي للأورام. وهذا ما يعطينا أنه ميراي إن شاء الله، لما نستعمل ميراي حيساعدنا إن شاء الله لنعرف الحالات ذات الخطورة الكبيرة وتنبؤ بهذه الحالات، مما يعطي الفرصة للأطباء في المملكة لأخذ هذا لمتابعة هذا المرضى عن قريب، وإعطائهم العلاجات المناسبة في وقت مبكر حتى قبل حدوث وظهور أي أعراض للسرطان. ومن جهة هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنه العلاج المبكر يمكننا من تقليل الحاجة إلى العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. ممتاز. ومن جهة أخرى سوف يمكننا إن شاء الله من التقليل من الحاجة إلى الاستئصال الكلي للثدي. والله يعني الله يبشرك بالخير دكتور، صراحة يعني من جد أخبار هذه حلوة، وإن شاء الله التقنية يعني نشوفها في العالم كله بصراحة، لأنه فعلا يعني مخاوف السرطان الثدي كبيرة. صح. وغير أنه إحنا نوعي بالفحص المبكر، يعني اللي يتعدى الفحص المبكر هذا كمان يعني رحلة صعبة جدا جدا، فهذه يعني مبشرة بالخير صراحة. أنا انبسطت وإن شاء الله الكل يعني يستفيد منها قريب. هل في تقنيات أخرى كمان بتعمل عليها؟ ما شاء الله إذا عملت شغل حلو نبغى نشوف تقنيات أكثر يعني. إن شاء الله. لا شكرا، سؤال كمان مهم، لأنه إضافة إلى ميراي اللي هي تقنية في مجال سرطان الثدي، كمان عيادة جميل تعمل لتطوير طورت وتطور تقنيات أخرى في مجال اكتشاف تشخيص المبكر وعلاج الأمراض. على سبيل المثال تقنية أخرى لاسمها سيبل هي مشابهة لميراي، لكن المغزى منها أنها تتنبأ بخطر سرطان الرئة اللي هو كمان مهم، وتطور حاليا عيادة جميل أداة أخرى للتنبؤ بخطورة الإصابة بسرطان البروستاتا. بس كيف تعمل هذه، يعني كيف الـ AI ممكن يتنبأ بحدوث سرطان، يعني كيف تصير هذا يعني من غير ما ندخل تكنولوجيا كثير؟ عارف انه ما نبغى نصعبها علي ولا المخيلي. باختصار زي ما فهمت في الأول أنه هو ندرب الموديل التقنية على صور كثيرة. أيه. وهو لما يشوف هذه الصور يعرف النقاط اللي هي في الصور اللي مش ممكن نشوفها بالعين المجردة. لما نستعمل مئات وألاف الصور هو ممكن يحدد من هذه الصور ما هو الحالات اللي ممكن عندها خطر، لما نقارن مع حالات اللي في الواقع اللي هم مش مثلا في الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، نقارن مع هذه الصور ممكن هو يكتشف هذه الحالات اللي مش ممكن الطبيب يشوفها بالعين المجردة. والتقنية السبل برضو تشتغل بنفس الطريقة. تقنية السبل في نفس المغزى، وهي تتمكن من وإن شاء الله المشروع أنه نعملها في المملكة كمان، وهي تتنبأ لحتى 7 سنوات وبدقة تصل حتى 95%. وأضيف معلومة أنه حسب الدراسات كمان أنه لما في سرطان الثدي، لما نتكلم على سرطان الثدي، لما نعالج مبكر ممكن نصل حتى نسبة شفاء تصل حتى 96%، وهذا هو المغزى. وإضافة إلى السبل وأنا تكلمت على البروستاتا كمان، فيه تطور تعمل حاليا يعمل الباحثون على تطوير موديل آخر لتنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وإحنا نعرف أنه سرطان البروستاتا هو كمان من أكثر السرطانات اكتشارا وخطورة عند الرجال. وأختم باكتشاف علمي مهم كمان، هو علاج جديد يتمكن من مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو اسمه هالوسين، وهذا يعتبر نقلة نوعية فعلا في مجال تطوير العقاقير باستعمال الذكاء الاصطناعي. الله يوفقكم دكتور، فعلا يعني هذه كلها أخبار مبشرة بالخير، من جد الله يوفقكم وتنتشر هذه التقنيات في كل العالم بإذن الله، ونشفي كثير من المرضى اللي بيعانوا فعلا من هذه كل السرطانات. شكرا لك.